عايزين نعرف من حضرتك ايه هو المرض النفسي؟ بص يا فندم، انا عندي في مرض نفسي وعندي في حاجه اسمها اضطراب في الشخصيه. الناس ما بتعرفش تفرق بين الاثنين. اضطراب الشخصيه ده شخصيه بتيجي من الوراثه، من التربيه في الصغر ثم الخبرات الحياتيه. فدي شخصيه قد تكون مضطربه، قد تؤذي اللي حواليها، ولكن هي مش مريضه. هو اضطراب شخصيه. ولكن المرض النفسي هو مرض عضوي في المخ. احنا عندنا علبه صغيره في المخ كده اسمها سبثالاموس او تحت امهات، فيها حاجه اسمها النواقل العصبيه. النواقل العصبيه دي زياده نوع منها او نقصان نوع اخر بيسبب ظهور اعراض مرضيه. بمعنى انا النهارده لو السيروتونين والدوبامين عنده قليلين احس بالاكتئابيه. الاكتئاب مش ان انا زعلان، ما كلنا بنزعل، كلنا بنتضايق، ولكن المرض الاكتئاب ده مرض فسيولوجي، في قله تركيز، قله انتباه، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، الحركه بتاعته قليله، المخارج بتاعت الفكريه كلها قليله، حركتي وانا ماشي قليله، ده اسمه اكتئاب. طبقه في صدري، خنقه، مش قادر اعمل امارس اي شيء، فقدان الشغف لكل شيء، ده مرض اسمه اكتئاب، وليس ان انا زعلان شويه او متضايق، ضفره اتكسر، القطه بتاعتي تعبانه شويه، ده انا في حد قال لي كلمه ضايقتني، دي كلها دي حاجات اسمها زعل، ودي حاجات فسيولوجيه طبيعيه. في نقطه لازم الناس تفهمها كويس قوي، ان ما عنديش حاجه كلمه مجنون، ما عنديش كلمه مجنون في الطب النفسي. كلمه مجنون دي ماجورد كده، كلمه دارجه، ولكن كلمه مجنون دي مش موجوده. انا عندي مرض فصام، مرض هوس، امراض النفسيه كلها دي عباره امراض عضويه في المخ. النهارده في تشخيصات نزلت، اجهزه حديثه بتقدر تشخصها برنين مغناطيسي نوع معين من الرنين المغناطيسي او من نوع معين من التحليل الطبي.